بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 16 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة يجيب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وبياكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إن شاء الله إلى إجابة عدد من الأسئلة، أولها عن عبارة نوم الصائم عبادة، هل هي حديث أم لا؟ ثم عن الصلاة، صلاة النساء على الميت في البيت بعد تغسيله وتكفينه. وبعد ذلك سؤال عن صلاة النساء، هل تكون بعد الأذان مباشرة أم يجب أن ينتظرن الإقامة؟ ثم سؤال عن التطيب بعطر الكولونيا بعد الوضوء، هل ينقضه أم لا؟ وبعد ذلك سؤال عن مرور الطفل الصغير بين يدي المصلي. ثم سؤال عن ظهور قدم المرأة منها في الصلاة بغير قصد، هل يبطل صلاتها أم لا؟ ثم سؤال عن وجوب غسل ما تستعمله الحائض من ثياب أو عباءة أو نحوها. ثم عن صبغ شعر الحواجب بقصد التخفيف من كثافتها بغير السواد. ثم سؤال عن صوم العاشر من ذي الحجة، هل هو مستحب أم لا؟ ثم يجيب فضيلة الشيخ عن سؤال عن وجود الدم بعد اغتسال المرأة بيوم أو يومين. ثم حكم قبول الهدية من السارق لمن يعلم أنها مسروقة بحجة أن إثمها على السارق. ثم حكم صلاة من صلى لغير القبلة ثم أعاد صلاته وقد اجتهد في صلاته الأولى. ثم عن أداء خطبة الجمعة وغيرها من الخطب في الصلوات بغير العربية. ثم سؤال من أحد المستمعين عن حكم الاستمناء باليد، وهل ورد فيه حديث ووعيد أم لا؟ ثم سؤال عن معنى قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، الآيتين من سورة مريم. ثم سؤال عن حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك سؤال من أحد المستمعين عن سن معينة في الخطيب، هل تشترط لذلك أم لا؟ ثم سؤال عن حدود عورة الرجل من أين إلى أين؟ وآخر أسئلة هذه الحلقة عن نذر صيام أسبوع، هل يلزم أداؤه أسبوعا أم يجوز تفريقه على 7 أيام؟ فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول، هل هذه العبارة حديث أم لا؟ نوم الصائم عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر هذا الأثر مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، كل ما يستعان به على طاعة الله عز وجل فإنه يكون عبادة، ما يستعان به من المباحات على طاعة الله عز وجل فإنه يكون عبادة. ومن ذلك النوم، إذا قصد به الصائم حفظ صومه من الغيبة والنميمة، أو قصد به الاستعانة على قيام الليل، فإنه يكون عبادة لله عز وجل، لأنه يعين على عبادة الله. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال آخر من أحد المستمعات تقول، من إحدى المستمعات تقول، هل تصلي النساء على الميت في البيت بعد تغسيله وتكفينه، أم أن هذه بدعة؟ لا بأس أن تصلي النساء على الميت، سواء مع الرجال تكون خلفهم، أو تصلي على الميت وحدها، أو مع جماعة من النساء صلين على الميت في البيت أو في المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. المرسلة واو غين ميم بعثت رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، تقول في أولها، هل تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟ تكره الصلاة في الثوب الذي فيه نقوش أو فيه صور، والصور أشد، لأن ذلك يشغل عن الخشوع في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في أنبجانية فيها خطوط أو نقوش، قال إنها شغلتني عن صلاتي، فاستبدلها بأنبجانية غيرها ليس فيها ما يشغل عن الصلاة. ولا يجوز لباس الثوب الذي فيه الصور، أو لباس الخاتم الذي فيه صورة، أو الحلي للمرأة الذي فيه صورة، لا يجوز لبس ما فيه تصاوير، لأن في ذلك
استعمالا للصورة وإظهارا للصورة، والصور محرمة إلا ما دعت الضرورة إليه. نعم، أثابكم الله. تقول في سؤال آخر: هل يجوز للنساء أن يصلين بعد الأذان مباشرة أم يجب أن ينتظرن الإقامة؟ إذا دخل الوقت فإنه يجوز للمرأة أن تصلي ولا تنتظر الإقامة، لأنها ليست من أهل صلاة الجماعة، فإذا تحققت من دخول الوقت فإنها تصلي ولو لم تصلي الرجال، لأنها غير مربوطة بصلاة الجماعة، إنما هي مربوطة بدخول الوقت. نعم، أثابكم الله. تقول: هل وضع عطر الكولونيا بعد الوضوء ينقض الوضوء على اعتبار أنه مصنوع من الكحول أو فيه نسبة من الكحول؟ لا ينقض الوضوء، ولكن إذا كان فيه كحول، تحقق أن فيه كحولا، فإنه يكون نجسا فيجب غسله من باب إزالة النجاسة. فلو توضأ الإنسان وضوءا كاملا وأصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه وجب عليه إزالة النجاسة، وأما وضوءه فإنه صحيح. نعم، فيجب غسل يده بعد مس الطيب؟ يغسل ما وقع عليه الكحول، ما وقع عليه الكحول، لأن الكحول نجسة. فانقل إن هذا الكحول قد استحال مادة عطرية. المهم إذا ثبت أن فيه كحولا وأن الكحول باقية تأثيرها في هذا الطيب، بحيث لو شربه شخص يسكر به فإنه يكون خمرا، لأنه مسكر والمسكر نجس. قوله سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قبلها يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس معناه النجس. نعم، أثابكم الله. تقول: إذا مر الطفل الصغير أمام المصلين فهل يقطع صلاتهم وتجب إعادتها أم لا؟ لا يقطع صلاته. المرور بين يدي المصلي محرم، ولكنه لا يقطع الصلاة إلا ما جاء في المرأة والحمار والكلب، هذه مخصصة. وأما مرور غير هذه الثلاثة أمام المصلي فإن المار يأثم ولكن لا يقطع الصلاة. نعم، فيما ذكرتم الشيخ من حديث من قطع الثلاثة في الصلاة، هذه محل خلاف بين العلماء، هل تقطع الصلاة قطعا بمعنى الإبطال، أو أنها تقطع الصلاة بمعنى أنها تقطع ثوابها فقط ولا تبطل الصلاة بذلك، خلاف بين العلماء. نعم، كيف نرد على من يدندن حوله ويروى أن عائشة رضي الله عنها قالت سويتنا بالحمير؟ هذا لم يثبت عندها الحديث، إلا لو بلغها الحديث وثبت عندها لما ساغ لها أن تخالفه. نعم، حسن الله إليكم. تقول: هل ظهور جزء من قدم المرأة دون قصد من تحت العباءة أو الشرشف هل يبطل صلاتها وتجب إعادتها أم لا؟ إذا ظهر شيء من قدمها وبرز حيث يراه الناس لو كان عندها أحد، فإنها تبطل صلاتها، لأنه ظهر شيء من عورتها، إلا إذا كان يسيرا أو كان كثيرا ولكنها غطته وبادرت بتغطيته فإن صلاتها صحيح. فإذا انكشف شيء كثير وتركته، إذا انكشف شيء كثير أو شيء يسير وتركته ولم تغطه، إنها تبطل صلاتها. أما إذا بادرت بستره فإن صلاتها صحيح. نعم، الحمد لله. هل يجب تغسيل الثياب التي تلبسها المرأة في أثناء الحيض أو النفاس عندما تقع عليها؟ هل يجب تغسيل الثياب التي تلبسها المرأة في أثناء الحيض أو النفاس؟ إذا أصابها دم الحيض فإنها يجب عليها غسل الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تزيل هذا الدم، فقال: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فدل على وجوب غسل ما أصابه دم الحيض من الثياب إذا أرادت أن تصلي فيه. نعم، أثابكم الله. تقول: ما حكم صبغ المرأة حواجبها بلون الشقرة باللون الأشقر حتى لا تبدو أنها كثيفة؟ لا يجوز تغيير لون الشعر إذا كان لونا معتدلا لا تشويه فيه، فإنه لا يجوز تغييره إلا إذا كان فيه شيب، فإنه يغير بغير السواد. أما إذا لم يكن فيه شيب وليس فيه تشويه وهو شعر معتدل وجميل وليس فيه تشويه، فلا يجوز تغييره بلون غير لونه الأصلي، لأن هذا من باب العبث ومن باب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى ومن باب التشبه بالكافرات. نعم،
نعم. تقول إذا كان فيه شيء أو شيب؟ إذا كان فيه شيب يغير بغير السواد. أحسن الله عليك. إذا كان فيه شيء يعني من التشويه أيضا يزال التشويه. نعم. أثابكم الله. تقول هل صوم العاشر من ذي الحجة مستحب؟ العاشر يوافق العيد، صوم العيد حرام، لا يجوز صوم يومي العيدين، وإنما الذي يصام العشر الأول من ذي الحجة، يعني من أول الشهر إلى اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، أما يوم العاشر فهو يوافق يوم العيد فلا يجوز الصوم. نعم. ثابكم الله. إذا طهرت المرأة من حيضها وبعد 5 أو 6 أيام ظهر عليها بعض الدم واستمر يوما أو يومين، هل يعد هذا دم حيض فتمتنع عن الصلاة والصوم ويجب عليها الاغتسال بعد انقطاع هذا الدم أم لا؟ إذا كانت عادتها تامة ورأت النقاء التام واغتسلت ثم ظهر دم بعد ذلك، دم يسير بعد ذلك، كدرة أو صفرة أو دم يسير، فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. تقول إذا كان شخص يعمل في شركة وأخذ بعضا من أدوات الشركة دون علم أصحابها فقام بإهدائها لشخص آخر، وهذا الشخص المهداة له يعلم أنها مسروقة، فهل يجوز للشخص الثاني المهداة له أن يأخذها؟ وكذلك إذا قام هذا الشخص الثاني بإعطائها شخصا ثالثا وهذا الشخص الثالث يعلم مصدرها وأنها مسروقة، فهل يجوز له أن يأخذها ويقول إن الذنب يقع على الشخص الأول الذي يعمل في هذه الشركة وأنهما ليس عليهما ذنب؟ هذا كلام لا يجوز ولا وعمل باطل. وإذا علم أن هذا المال مغصوب أو مسروق أو مأخوذ بغير حق فلا يجوز للمسلم أن يقبله هدية ولا أن يشتريه من صاحبه، لأنه غير مالك له ولأنه ظالم، فلا يجوز قبوله، بل يجب رده على مستحقه وعلى صاحبه. وليس الإثم يقتصر على السارق أو الغاصب، وإنما يتناول من تشارك معه في وأقره على هذا العمل وقبل هذه الهدية، أنها هدية من مال محرم فهي محرمة. نعم. سلامكم الله. في آخر أسئلتها تقول: كنا في رحلة في البر وحان وقت صلاة العشاء فحددوا لنا القبلة، وبعد الصلاة قالوا إن مكان القبلة ليس ما صليتم إليه ولكنه في مكان آخر غيره، فقمت وأعدت الصلاة مرة أخرى، ما حكم عملي هذا جزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا في بر واجتهدوا وتحروا القبلة وصلوا ولم يتبين لهم الخطأ إلا بعد فراغ الصلاة فصلاتهم صحيحة ولا يعيدون الصلاة، لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد جاء في سبب نزول قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أنها نزلت في قوم صلوا في السفر واجتهدوا في القبلة ثم تبين لهم بعد ذلك أنهم صلوا إلى غير جهة القبلة، فنزلت الآية في تصحيح صلاتهم لأنهم فعلوا ما يستطيعون وقتها، وعليهم في المستقبل في بقية الصلوات أن يتجهوا إلى القبلة الصحيحة. أما إذا كانوا فرطوا من الأول ولم يجتهدوا ولم يسألوا ولم ينظروا في الأدلة وصلوا بدون اجتهاد ثم تبين أنهم مخطئون، فإنهم يعيدون الصلاة لأنهم مفرطون ولم يتحروا ولم يجتهدوا عند بداية الصلاة. نعم. ثابكم الله. المستمع بشير أبو بكر أحمد، هندي مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: هل يجوز أداء خطبة الجمعة أو خطبة العيدين بغير اللغة العربية؟ أفيدونا في هذا جزاكم الله خيرا. لا يجوز أداؤها بغير اللغة العربية، لأنها هي الأصل، وإذا كان في المصلين أعاجم فإنها تترجم لهم، تلقى بالعربية ثم تترجم لهم بلغتهم. أما إن كان الحاضرون كلهم أعاجم فلا بأس أن تلقى عليهم بغير العربية، بلغتهم التي يفهمونها. فالحاصل أنه إذا كان الحاضرون كلهم أعاجم فإنها تلقى عليهم الخطبة بلغتهم التي يفهمونها، وأما إذا كان فيهم عرب وفيهم أعاجم فإن يجب إلقاؤها بالعربية وتترجم بلغة الأعاجم الحاضرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد المستمعين يقول في أولها في سؤال له: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الاستمناء باليد يعد كبيرة من كبائر الذنوب؟ وهل هناك حديث نبوي فيه الوعيد على ممارس هذه العادة؟ وجهونا في ذلك جزاكم الله خيرا. الحافظ بن حجر الهيثمي المكي ذكر أن الاستمناء باليد كبيرة من كبائر الذنوب في كتابه الذي يسمى بالزواجر عن اقتراف الكبائر، ولكن المعروف عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم أن الاستمناء باليد معصية وأنه صغيرة من صغائر الذنوب، وهو حرام على كل حال، وذلك لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو بملك اليمين، والاستمتاع بغيرهما عدوان على ما حرم الله، قال جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو حرام على كل حال، لكن الصحيح أنه ليس من الكبائر. نعم. سابكم الله. يقول: هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن الآية الواردة في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، هل صحيح أنها تفيد بأن كل إنسان سوف يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج الله منها الذين اتقوا؟ وهل الظالمون الذين سوف يذرهم الله في النار في هذه الآية بالذات هم الكفار أم العصاة من المؤمنين؟ أرجو أن تبين ذلك بما أمكن من تفصيل، جزاكم الله خيرا. المراد بالورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ليس دخول النار، وإنما المراد به المرور على الصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، وهذا كل يمر عليها المؤمن والكافر والمنافق، وتجري الأعمال بالناس من فوق هذا الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا هو المرور المذكور في قوله تعالى: وإن منكم، هذا هو الورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قوله: ونذر الظالمين فيها جثيا، قد يدخل فيها أصحاب الكبائر الذين يدخلون النار لكنهم لا يخلدون فيها. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل أبو حمزة خارعين من القصوري يقول: هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور، أو كما قال؟ الصحيح أنها لا تجوز زيارة القبور للنساء، زيارة القبور للنساء مطلقة، لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقة، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور، وذلك لعموم حديث لعن الله زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرج، هذا عام في جميع القبور، في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وفي غيرها من القبور، المرأة ممنوعة من زيارة القبور مطلقة، ولكن لها أن تصلي في المسجد النبوي، صلاتها كصلاة الرجل في المسجد النبوي، صلاة الواحدة عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. نعم. سامكم الله. يقول فضيلة الشيخ: إنني شاب أبلغ من العمر 17 سنة وأنا في المرحلة الثانوية، وأريد أن أخطب في أحد المساجد خطبة الجمعة، فهل يجوز لي ذلك؟ إذا كان فيك أهلية للخطابة جاز لك أن تخطب الجمعة لأنك تستطيع ذلك، وأما كونك تمنع من هذا فلا ندري ما هي الأسباب، ربما يكون هناك من هو أولى منك بالخطابة، ولكن الجواب على ما سألت عن الجواز نقول: يجوز لك أن تخطب الجمعة إذا كنت تستطيع ذلك. نعم. يبدو أنه يريد الشيخ هل لجواز الخطابة للرجل سن معين؟ ليس له سن معين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حدود عورة الرجل، من أين إلى أين؟ حدود عورة الرجل التي لا بد من سترها ويحرم كشفها أو كشف شيء منها ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل التي يجب عليه سترها، ويستحب له ستر بقية جسمه لأن هذا من باب التجمل، وقد قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، والزينة أمر زائد على ستر العورة، كل ما يزين الإنسان
وذلك بعد قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالذي يواري السوآت هذا هو الذي يستر العورات، والريش هذا ما زاد عن ستر العورات من ثياب التجمل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: إني نذرت أن أصوم أسبوعا كاملا إذا نجحت، وأنا لا أستطيع أن أصوم أسبوعا كاملا متواصلا، فهل يجوز لي أن أصوم 7 أيام متفرقة؟ إذا نذرت أسبوعا معينا من الشهر كالأسبوع الأول أو الأوسط أو الأخير، فإنه يجب عليك صيام ذلك الأسبوع الذي عينته، لأن النذر وجب عليك محددا، فيجب عليك الوفاء بذلك. أما إذا نذرت أسبوعا بمعنى 7 أيام، تريد 7 أيام ولم تنوي تتابع فيها، فلك أن تصومها مجتمعة وأن تصومها متفرقة. أما إذا نويت أسبوع يعني من الجمعة إلى الجمعة، فإنه يجب عليك صيام الأسبوع. إذا نويت أسبوعا يجب عليك صيام الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة. أما إذا نذرت الأسبوع بمعنى 7 أيام مطلقة، فلك أن تصومها مجتمعة وأن تصومها متفرقة، فالأمر راجع إلى نيتك. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أحبتنا الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم.